Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath. بعد أيام من ضمان فوزه بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، وقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بين أنصاره مرتديا قبعته الحمراء التي لم يختلف لونها عن لون تصريحاته خلال المؤتمر الانتخابي في أوهايو. تصريحات نزل كالصاعقة على رؤوس من استمعوا إليه. سيكون هناك حمام دم إذا لم يتم انتخابه مجددا رئيسا للولايات المتحدة، هكذا قال ترامب. Now if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. سرعان ما التقط معارضو هذا الجزء الذي تم اقتطاعه من تصريحاته وسط سيل جارف من الانتقادات، إذ اتهموه بأنه يهدد الولايات المتحدة بحرب أهلية إذا لم يفز. ولكن مؤيدو ترامب انتقدوا طريقة الديمقراطيين في اجتزاء تصريحاته وإخراجها من سياقها العام، حيث كان ترامب يتحدث خلال خطابه عن صناعة السيارات وبناء الصين مصنعاً في المكسيك من أجل منافسة صناعة السيارات الأمريكية، مهدداً الصينيين بأنهم لن يتمكنوا من بيع هذه السيارات إذا تم انتخابه، موضحاً أن سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تكون إلا وبالاً على صناعة السيارات الأمريكية والعاملين فيها، وستؤدي إلى حتمية غلق بلاده في حمام دم في حال فوز منافسه الديمقراطي في نوفمبر القادم. وبهذا يكون ترامب منح منافسيه تأويلاً لتصريحاته، حتى وإن كان حمام دم اقتصادياً. فهل تتهاوى شعبية ترامب بعد تصريحاته المثيرة للجدل، أم تفلح معه في زراعة الشعور بالخطر لدى الناخبين من فوز بايدن مجدداً؟